تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، ويأتي الشتاء بما لا يشتهي أهالي الإسكندرية. تختلط قطرات الأمطار العذبة مع أمواج بحر الإسكندرية المالح حتى تفيض على الكورنيش، تغرق الشوارع ويغرق معها مواطنون كأنهم يحتاجون إلى توقنجاة. تتكدس الشوارع بمركبات السير وإن كانت تحتاج لمراكب حقيقية. عمر 40 سنة وأول مرة أواجه موجة البرد اللي بتحصل في مصر بالطريقة دي. بيقولوا إن هي من 200 سنة ما حصلتش. إحنا الدفايات خلصت من الأسواق من قمة البرد. ولكن الرغبة في خلق روح فكاهية بشكل مستمر أيضا لم ينقطع، فتحولت المصائب إلى نكات وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج التلفزيونية. لو حبيبتك قالت لك أنا سقعانة بلاش تقلب محمد فؤاد في الكليب بتاع لو عايز تفتكرني، وتقوم مديها الجاكيت بتاعك، عشان فؤاد فضل راقب بعدها في السرير طول الكليب. الاختلاف واضح بين شتاء الإسكندرية وشتاء القاهرة، فهنا بالقاهرة يتميز الشتاء بهدوء الأجواء وله أيضا مظاهره الخاصة مثل الفشار وكوباية حمص الشام والذرة المشوي. الذرة المشوي والفشار أكتر حاجتين يعني بيعوضون عن البرد شوية. بقالي 17 سنة وأنا قاعدة هنا كده وبيع الذرة، بس في الشتاء بقى ربنا بيسهل والناس بتيجي تشتري، بيبقى في سوق وجلاب علشان خاطر الناس بتبقى سقعانة، فبتلاقي الفحم شغال بتيجي تاخد ذرة وتمشي، وبتاخده بيطلعوا على كوبري، الكوبري فوق بيشربوا حمص كله شغل وفشار. سيول شديدة أغرقت شوارع الإسكندرية، وعلى العكس هدوء وترقب بالقاهرة. حسام بيومي، القاهرة.